اللي بيتكلم عن العمليات المعرفية. ذكركم ان احنا قلنا العمليات المعرفية دي هي العمليات اللي بتتم في العقل، هدفها المعرفة الانسانية. هي شوية العمليات اللي بيقوم بهم العقل البشري عشان نقدر نتعرف على المثيرات والمنبهات اللي حوالينا. احنا الاولاني اللي بيتكلم عن التعريف، واللي بيتكلم عن حاجه اسمها انواع الانتباه. تعرفنا على ثلاث انواع من الانتباه. النهارده بنحكي في النقطه الثالثه، وبنتكلم عن حاجه اسمها العوامل التي تساعد على تركيز الانتباه. العوامل التي تساعد على تركيز الانتباه هي الحاجات اللي بتخلينا نركز انتباهنا على مثيرات معينه دون الاخرى. نقدر نقسمهم إلى موضوعين، نقدر نقسمهم إلى نوعين من العوامل، نوعين من العوامل دول. النوع الأول فيهم اسمه العوامل الخارجية. العوامل الخارجية دي حاجات موضوعية. موضوعية يعني ملهاش علاقة بالذات، وإحنا خدنا الكلمة دي أكتر من مرة قبل كده. يعني ببساطة العوامل الخارجية دي هتبقى عوامل مرتبطة بالمثير نفسه. ففي بعض المثيرات بطبيعتها بتلفت الانتباه اكتر من غيرها، عشان كده في عوامل خارجيه مرتبطه بالمثير نفسه، عشان كده بيقول عنها موضوعين ما لهاش علاقه. الموضوعيه الخارجيه دي يبداوا بحاجه اسمها اختلاف المثير. يعني ايه اختلاف المثير؟ يعني المثير المختلف عما حوله دايما بيبقى اكثر جذبا للانتباه. مثلا الجملة اللي تتقال باللغة العربية في الفيلم الأجنبي، لو أنت تخيل معايا قاعد بتسمع فيلم أجنبي، في الفيلم ناطق باللغة الإنجليزية مثلا، وبعدين فجأة حد من الممثلين ينطق جملة باللغة العربية، هتلاقي نفسك ركزت انتباهك قوي للجملة دي. ليه؟ لأن الفيلم كله ناطق بالإنجليزية، والجملة دي بس اللي اتقالت باللغة العربية. كان كتير من الافلام الهنديه فيها كلمات في اللغه العربيه، فكنت تلاقي المشاهد كده ركز انتباهه قوي معاها وقت ما بتتعرض وتتقال هذه الجمله اللي باللغه العربيه. تغيير المثير، ازاي تغيير المثير بيلفت الانتباه؟ فيقول ان المثير الذي تتغير شدته او حجمه او نوعه بيجذب الانتباه افضل من المثير الذي يسير على وتيرة واحدة على نفس المستوى على نفس المنوال. عشان كده تلاقي المذيع بيغير نبرة صوته لما يجي يعلن خبر مهم. لما تتقطع الحلقة بتاعت المسلسل يجي المذيع يقول أيها المواطنون جاءنا الآن، فتلاقي كل انتباه المشاهدين، إذا كنت قاعد بتنام في المسلسل تلاقي ذهنك كله ركز على الموضوع لأن حصل امر متغير، فتلاقي كده على الشاشه كتب عاجل، وتلاقي المذيع بيعلن عن هذا الخبر الهام، فتلاقي خد انتباهك. فالمثير المتغير دايما بيجذب الانتباه اكتر من المثير الثابت على وتيره واحده. عشان كده تلاقي المدرس وهو بيشرح او المحاضر وهو بيقدم محاضره غير من نبره صوته، فلما يعلى الصوت او يهدى الصوت ده بيجذب الانتباه، لكن لو المحاضر ماشي بنبرة صوت واحدة هتلاقي مفهوش تغيير. لكن
موضع المثير كمان بيفرق اذا كان المثير ده يلفت الانتباه ولا لا. فيقول ان المثير الظاهر القريب يجذب الانتباه افضل من المثير الداخلي البعيد. فمثلا تاخد بالك لما بنيجي نحط صورة حلوة في الشقة بتاعتنا، لما عايز الناس تاخد بالها من الصورة فبختار مكان يبقى على مستوى النظر عشان تلفت انتباه الشخص اللي هيزورني في البيت او اللي هيدخل شقتي. فبختار افضل مكان ابقى عارف ان العين هتبقى عليها. موضع المثير كمان من الحاجات اللي تقدر تعتبرها مثال لكده، اني لما اجي اعمل اعلان في الجريدة، مكان الاعلان هيبقى في الصفحة الاولى ولا في الصفحة الاخيرة ولا في النص هيفرق. فاكيد طبعا الصفحات الموجودة على غلاف المجلة او الجريدة تكون اكثر لفتة للانتباه، عشان كده منطقي ان يكون اغلى سعرا في اي جريدة انت هتعمل فيها اعلان، هيفرق قوي انت عايز تحط الاعلان بتاعك فين. كمان حركة المثير، فقطعا المثير المتحرك بيبقى اكثر لفتة للانتباه من المثير الثابت. دليلنا على كده ان الشاشات العملاقة بتاعت الاعلانات اللي موجودة في الميادين اللي بيبقى فيها اعلانات متحركة بتلفت الانتباه اكتر من غيرها. انك ممكن تبقى عامل يافطة كده ثابتة، ممكن حد ما ياخدش باله او ما ينتبهش ليها، لكن المؤكد انه اي حد هياخد باله لما يشوف اعلان في الميدان او في الشارع في لوحة اعلانات كبيرة بتعرض اعلانات في صورة شدة المثير. طبعا المثير كل ما يبقى قوي هيجذب الانتباه اكتر من المثير الضعيف. بس انا طبعا عندي شرط مهم هنا كنا حكينا عنه في الاحساس، انه قوة هذا المثير كل ما هتزيد كل ما هتلفت الانتباه اكتر، بس بشرط ان قوة هذا المثير ما توصلش لمستوى العتبة القصوى. فاكر العتبة القصوى دي كانت احدى العتبات اللي بتمثل شدة الانتباه او شدة المثير. واحنا قلنا ان العتبة القصوى دي لما المثير بيوصل لها اما ان انا مش هحس بيه خالص بسبب شدته، او انه هيأذي عضو الحس، فبالتالي ما ينفعش يكون المثير واصل لهذا المستوى اللي اسمه مستوى العتبة القصوى. فالضوء القوي كل ما يزيد قوة الضوء هيلفت الانتباه اكتر من الضوء الضعيف، لكن لو زاد الضوء ده عن مستوى العتبة القصوى هيتلف شبكية العين وده مش مطلوب. لكن حاجة تاني او عامل كمان من العوامل اللي بتأثر في الانتباه حاجة اسمها تكرار المثير. يعني ايه تكرار المثير؟ يعني المثير اللي بيتكرر اكثر من مرة بيجذب الانتباه. وعشان كده بنشوف ان شركات الدعاية والاعلان جيب لك المسلسل كرره لك كذا مرة، فممكن تسمع نفس الاعلان 3 4 5 مرات في الحلقة التلفزيونية الواحدة بتاعت المسلسل. انت ليه بتكرر الاعلان بهذا الشكل؟ لانه المثير متكرر بيجذب الانتباه اكتر من المثير اللي اتعرض مرة واحدة. مش لما اتعرض مرة واحدة مين خد باله من الاعلان مين ما خدش، لكن لما تكرره تعرف انه ده هيضمن لك انه اكبر عدد من الناس شاف الاعلان. بس طبعا بشرط انه ما يكونش ممل. كم من اعلانات ملينا وزهقنا منها. لكن حاجة كمان مهمة اسمها حجم المثير. حجم المثير ايه حجم المثير ده؟ كل ما المثير يكبر كل ما بيكون اكثر لفتة للانتباه. فالمثيرات الصغيرة في الحجم ممكن ما تاخدش بالك منها، لكن قطعا المثير كل ما بيكبر بيديني فرصة اكبر ان انا ابقى واخد بالي. بيقول في الصفحتين الاولى والاخيرة في الصحف اليومية اكثر جذبا للانتباه من الصفحات الداخلية. انه الصفحتين الاولى والاخيرة لانها الغلاف، فتبقى عادة ما
مكتوبة بالبونت العريض، مكتوبة بخط عريض جدا، فتدي فرصة أكبر لأن أنت تشوفها. دي اسمها العوامل الموضوعية أو العوامل الخارجية. لكن خليني سريعا أنتقل معاك للنوع التاني من العوامل، اسمه العوامل الداخلية. العوامل الداخلية دي ذاتية، أي تتأثر بالذات، فواضح من المسمى بتاعها إن دي مرتبطة بالشخص اللي بينتبه. اللي فاتوا دول كانوا مرتبطين بالمثير، ما لهمش علاقة بذاتي. الشخص اللي بينتبه للمثير. من بين العوامل دي حاجة اسمها الدوافع أو الحاجات، فأنا بنتبه للحاجة اللي تتفق مع احتياجاتي. ما مثلا الشخص الجائع بيكون أكثر انتباها لراحته ومحلات الطعام أكثر من غيرها، وأما أكون ماشي في الشارع وأنا جعان فلاقي نفسي عينيا بتروح على المحلات اللي بتبيع أكل أو المطاعم. التأهب أو التهيؤ الذهني، فمثلا يقول الأم النائمة قد لا يفقدها صوت الرعد، ممكن تكون نايمة مجهدة تعبانة ما يصحاش صوت الرعد، لكن زنة بسيطة جدا من طفلها هيخليها تستيقظ بسرعة، وخصوصا لو هو عيان أو مريض، بمجرد ما يزن بس زنة بسيطة هتلاقيها خدت لبالها وصحيت، لأنها مهيئة ذاتها وذهنها إنها الرعب. لكن كمان الميول، فبيقول يتضح أثر الميول في اختلاف النواحي اللي بينتبه إليها عدد من الناس تجاه المثير الواحد. فمثلا واضح وسهل، بيقول لما الأسرة تروح تزور إحدى المحلات التجارية هنلاقي كل حد من أفراد الأسرة دي انتباهه رايح في حتة تاني غير التاني. فالطفل مثلا هتلاقيه مركز على لعب الأطفال، الأم مشغولة بالفساتين والحاجات الحريم، الأب مشغول بالأزياء الرجالي أو ممكن ينشغل بموضوع أهم وهو إنه هيجيب منين فلوس لكل الطلبات اللي بيختاروها. أخيرا آخر جزء في موضوعنا الانتباه، بيتكلم عن حاجة اسمها تشتت الانتباه. تشتت الانتباه والعوامل المسببة له. ايه تشتت الانتباه؟ بيقول انه تشتت الانتباه ظاهرة يحاول فيها مثير جديد جذب انتباه الفرد وابعاده عن العمل الاصلي الذي يركز فيه. انا مركز في فكرة معينة او في موضوع معين وليكن مذاكرة مثلا، فيحاول مثير جديد انه يجذب انتباهي، زي صوت التلفزيون حد شغاله بره في الصالة وانا بذاكر في اوضتي، زي انه اخواتي يتخانقوا مع بعض وانا بذاكر جوه اوضتي. كله ده هيحاول يلفت انتباهي. في المثال يقول اذا ركز الطالب في مذاكرته وفجأة سمع صوت ضوضاء عالية من الخارج، طبيعي ان ذهنه اللي كان مركز في المذاكرة يبدأ يركز مع حاجة تاني، وهي الصوت اللي شتت الانتباه اللي ممكن يكون صوت التلفزيون او صوت الخناقة بره. لازم هيكون الصوت الجديد ده عامل مشتت الانتباه. كده نبقى خلصنا وألتقيكم المرة القادمة مع درس جديد من دروس علم النفس. إلى أن ألتقيكم، لكم مني أرق التحيات.